اليوم صبيحة 26/7/2017 قام طيران روسي بعدوان على مدينة زملكا وقصف واستهداف الأحياء السكنية والآمنة للمدنيين في مدينة زملكا. طبعا نعلم أن النظام السوري ودولة روسيا يدعون وعندهم ذريعة جبهة النصرة والقاعدة. مؤكد أن في زملكا لا توجد جبهة النصرة ولا توجد أي تواجد لها لا في النقاط ولا في المقرات، وكما ترون الدمار هي أحياء سكنية ومباني للأهالي الآمنين.